حكيتي انا كنت ساكنه ومستقره مع الجده ديالي، ام الاب ديالي اللي كانت تكفلت بيا من الصغر، كانت ربتني تربيه حسنه وقراتني وكل شيء، الله يرحمها ويوسع عليها مسكينه. النهار اللي توفات مسكينه بداو المشاكل مع هذاك السيد اللي كان جا نهار الاول بغى يبني ويسكن، وكانوا الجماعه عكسوا ليه حيت هذيك مول الدار مول زينه، حيت هذوك الديور غير الارض ديال الجموع، واللي مثلا كيجي كيبغي يشري ولا شي حاجه كيعقد بالكونطرا، كدوز غير كونطرا ما بين هذيك مولات الدار اللي كنا كنعطيوها حنا فلوس الكرا اللي عنده هو. والمهم جا نهار الاول ملي بغاو يدوزوا ليهم الكونطرا ما بيناتهم تعكسوا ليهم في الجماعه، وجا وساعدوه، ساعدوا الوالد ديالي والجده ديالي، ساعدوه باش يبني ويسكن وداك الشيء. فالتالي يلاه سكن المده ديال بنا جوج طبقات، سكن فيهم مده ديال شي 23 عام. توفات الجده ديالي، ملي توفات الجده ديالي هو كيتقدم بدعاوي المحكمه من اجل الافراغ ديالي، ولكن ملي كانت المحكمه كتنصفني، كانوا القضاه كينصفوني، كانوا كيحكموا الصالح ديالي، وملي دازوا شي ربعه ديال الاحكام الصالح ديالي كان عندي حكم استئناف في الصالح ديالي. من موراها استغل النفوذ ديالو هاد السيد، سد لي السكنه ديالي بفراشها، بدل القفوله على فراشي وعلى فلوسي فوسط من السكنه، وبقيت انا في الزنقه. وملي جيت بغيت ندخل السكنه ديالي عنفني هو ولادو ومنعوني باش ما ندخلش، يعني استعملوا العنف باش انا ما ندخلش، حيت ديك الساعه باقي ما ديك الساعه عنده حكم قضائي باستغلال النفوذ، ولاني كان زور فيه شي وثيقه اداريه، وما مهم ما بلغنيش بهذاك الحكم، وباقي ما خداش عليه حتى امر من عند الوكيل. وملي جيت بغيت ندخل السكنه ديالي باقي عندي حق ندخل السكنه، منعني بالعنف هو ولادو. ها انت راه كتشوف الصبع ديالي دابا مهرس، عندي فيها مصادمه، سناني تنطرو ليا وكلهم تنطرو، والاخرين اللي باقين كلهم غادي يتحيدوا بسبب ذاك العنف. المهم وبقيت في الزنقه هذيك من ديك المده، وانايا كنعيش حياتي في الزنقه، هاني عند هاد الناس، هاني عند ناس اخرين، وكنت ليامات الاولى اللي الله شردوني كنت كان تضريت باش ندير الميناج، عند الناس، باش كندير الميناج هكا باش الناس عند شي عائله هكا كندير لهم ميناج باش نساعدهم. دابا ما بقاتش عندي الصحه باش غادي. المهم كنت كندير الميناج هكا عند شي عائلات باش الناس عندهم وكذا، دابا ما بقيتش قادره، الصحه ديالي تدهورت في الزنقه حيت تصابيت بفقر الدم، وما بقيتش قادره ندير الميناج، كنحس بالصحه ديالي متدهوره، وما لقيتش العلاج، وما لقيتش بزاف ديال الحوايج، ولحد الان انا ما صدقتش راسي، كنت ساكنه تنولي عايشه في الزنقه، وليت تكرفص، ما كنلقاش فين نصب حوايجي، ما كنلقاش فين نعاس، ما كنلقاش فين، هي الزنقه مكرفصه وكتكون معرض بزاف المخاطر والاغتصابات، ورغم تعيا الدفع على راسي وكذا، كيكون الانسان معرض للاغتصاب لشي حوايج خطيره في الزنقه. انا عييت، ما بقيتش قادره نعيش حياتي بحال هكا مشرده، بغيت انا نرجع للاستقرار اللي كان عندي، وبغيت المسؤولين ينصفوني حيت انا عييت بالشكايات، والشكايات ديالي كيتم اقبارهم في المحكمه، باقا كنطالب المسؤولين ينصفوني، راه حيت حشومه وعيب وعار الانسان يكون، راه حتى الكاري عنده الحقوق ديالو، راه حيت حشومه واخا ما حكيتش بالتفصيل، ولكن راه باقا كنطالب المسؤولين والقضاء باش يرجعوا لي وينصفوني ويرجعوا لي الحق ديالي في السكن، لان راه حشومه وعيب وعار الانسان، ما كبر في الزنقه، ما تزاديت وخلقت حسنه ومربيه تربيه حسنه باش يجيو هكا ويشردوني رغم انني عندي الوثائق
كل هالكفيلة ما نكرهش الكريولية، ولكن إن شاء الله كان طالب واخا هكاك المسؤولين إذا لقيت مهم إن شاء الله إذا لقيت شي محسنين الله يجازيهم بخير والله يكبر بيهم والله يحفظهم وينجيهم والله يسترهم ويستر لهم الوليدات ديالهم والله يكتب عليهم مكاتب الخير يسكنوا كدارة. هو غير بغى يضل القضاء ومن بعد واحد عامين راه غادي يدير محل تجاري للناس غادي يبيعوا بواحد الثمن باهظ كيهدف غير المضاربة العقارية.